قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم بصيغة الجمع، فيكون هذا الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته. نظيره قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم أتى بصيغة الجمع: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولم يقل قد فرض الله لك. ونظيرها قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. ثم أتى بصيغة الجمع: إنه بما تعملون خبيرا، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل إن الله كان بما تعمل خبيرا.